بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا أبائي. خدنا فكرة رائحة المسيح الزكية زي ما عرضها القديس بولس، كلم عن نفسه وعن كل الكارزين في موكب نصرة تطلع منهم ريحة المسيح، لأنهم ملازئين فيه، مسيح فيهم مطلع الريحة الحلوة. ناس هتقبلها تحيا، ناس هترفضها تموت، لكن هم هيفضلوا مخلصين لكلمة الله، بيتكلموا من ربنا قدام ربنا في المسيح عشان يوصلوا الحياة اللي قصدها ربنا يسوع. هل كل الكارزين زي بعض؟ لا. هل كل الخدام زي بعض؟ لا. ربنا يسوع له المجد. بتصور كده بيجي كنيسة كبيرة أو مجتمع زي كده، ولأنه طبعا عينه فاحصة شايف القلوب وبرضه بيشم الريحة، فبيلاقي حد ريحته حلوة قوي، فده طبعا له مكانة خاصة. مش كل الناس زي بعض ولا الخدام زي بعض، لأنه درجة الالتصاق بالمسيح هي اللي بتطلع الريحة. ففي ناس ريحتها فايحة أكتر من ناس، جمالها أحلى من ناس، جمال المسيح اللي فيها. عشان كده هكلمكم عن تأمل من سفر النشيد في جزء حفظ. من هذه الطالعة؟ في واحدة الملائكة وقفت لها تعظيم سلام. من هذه الطالعة من البرية؟ لا، واحدة أمورة قوي طالعة دي، على فكرة كانت الجارية اللي في إصحاح واحد اللي بتقول أنا سودة، أنا وحشة، أنا حتة جارية، لكن وإيه الشمس لوحتني وبنو أمي غضبوا علي وحالتي مش عارف إيه، إنما حبني وأنا حبيته فلزقت له. فبقت الملائكة تتفرج عليها، مين دي؟ مين دي بقى؟ إيه دي؟ كلت القعدة يعني، كلت الجو من جمالها. دي نفسها طبعا، احنا مش بنتكلم كلام يعني عرض ملكات جمال، لكن هو هنا الكلام كله روحاني زي أمنا العذراء دي. دي لا، دي في حتة تاني، ده جمال غير مكرر. فتعالوا نشوف النص اللي قاله سليمان كده من نشيد 3، يقول فما جاوزتهم إلا قليلا. قبلها حكاية صغيرة كده، أن العروسة دي بعدت عن عريسها شوية، وعريسها زي اللي زعل شوية فخد جنب، فطلعت زي المجنونة مش مستحملة يبعد عنها أو مش مستحملة يزعل، فبقت تطلع تدور عليه بأي طريقة، لأنه حاسة اوعى تزعل، I'm sorry، لازم أنا ملياش غيرك. فجريت تقلب الدنيا، هو راح فين راح فين. سألت الحرس في المدينة، قالوا لها ما نعرفش أو لسه ماشي. ما جوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسه فأمسكت ولم أرخي. أنا مرة شفت مشهد طفلة تايهة على الشاطئ منهارة عياط، وبعدين لما لقت أبوها صعبطت فيه بطريقة يعني ما تقدرش تنساها. هي دي أمسكت ولم أرخي، لأن كان عندها رعب بانيك إنها بابا راح أنا مش شايفاه، فاهمين إزاي؟ مش مستحملة اللحظات اللي هي حست أنا ممكن أعيش من غير بابا وماما. لكن أول ما لقيته مسكت ولم ترخي، حتى أدخلت بيت أمي وحجرة من حبلت بي وحلف كنا بنات أورشليم بالظباء. ده كان ثيم كده بيقوله سليمان داخل الأوبرات الجميل بتاع النشيد، إنه أرجوكوا سيبونا في حالنا دلوقتي، أنا عاوز أقول له سوري مني ليه كده، وعاوز أشبع بحضنه لأن بقالي كم ساعة مرعوبة لكون فقدته للأبد. ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. فهم يردوا عليها ويقولوا لها لا لا، هنسيب كل وحدكم براحتك. لكن طلعت بعد القعدة دي بقى حاجة ايه منورة كده، فبقوا يقولوا من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. أذرة التاجر العربي التقيل ده، الإنجليش أسهل، The merchant's fragrant powders، برضو في ريحة يعني ايه، اصل الروائح كتير قوي، في حاجات غالية قوي، فدي طالعة بقى فيها 3-5
انواع روائح، في دخان مقصود بيه بخور، في مر ده حاجه غاليه قوي، في لبان برضو ده حاجه غاليه، وبقى ما تقولش بقى فراجرانت باودرز من كل نوع. فطبعا ريحتها فايحه جدا وجمالها مبهر، فبقوا يقولوا Who is this coming out of the wilderness. حقيقة الآية دي ليها صدى نفسي عندي. واحد من ولادي راح السماء، شاب صغير كان اسمه جورج، من حوالي 20 سنة، وأنا ما كنتش قادر أوعظ طبعا لأنه كان ابني، وكان راح يعني بعد تعب مرض طويل. فجي كاهن تاني وعظ قال الآية دي، فهم في الأول قاعد مش فاهم، أبونا احنا مش في درس كتاب، جورج مات، مش هتقول حاجة كده من بتوع الحياة الأبدية يعني. لقيته ركبها بروعة، من هذه الطالعة من البرية؟ فعاوز يقول الملائكة بصين على جورج دلوقتي وهو خارج من الدنيا وداخل على السماء، بيقولوا ايه الجمال ده، ايه الصبر ده، ايه الحب الإلهي اللي فيه ده، ايه كمية الصلاة اللي صلاها في آخر سنتين، ده جميل قوي. فهمتوا ركبها ازاي؟ طالعة من البرية يعني خارجة من الدنيا، هو بصلها كده، لكن أعمدة من دخان، حياته كلها صلاة، في مر، في وجع، في لبان، في نسك وزهد وصلاة، وقل بقى كل الفضائل اللي انت عاوز تقولها. فهمتوا المعنى؟ يعني في معنى آخر هو ينطبق على اللي طالعين من السماء من الأرض، راحلين بيطلعوا من البرية، لكن بيستقبلوهم ملائكة لأنه شمين بقى ريحة عطرة جدا، جمال من النوع الروحاني اللي بيعجب ربنا، يتزفوا بقى في السماء زفة حقيقية احنا مش شايفينها على الأرض للأسف، لكن كل القديسين بيتقال عليهم الكلام الحلو ده. الطالعة من البرية معناها ايه؟ طب احنا عاوزين في يوم من الأيام تبقى ريحتنا حلوة كده يعني، مش كده؟ من دلوقتي يعني، مش لازم يعني ما يخلص العمر. الطالعة من البرية أنا فهمتها الأول المختلف. ربنا يسوع بيبص علينا كلنا وبيدور على درجة اختلافك عن بقية الناس. دانيال في جيله كان far different عن أي حد، فرحته حلوة، الناس كلها بتجاري، الناس كلها بتتنازل، الناس كلها بتفاصل، نو هيموتوه، أوكي مش هكسر الصيام، ليه؟ I'm different، هصلي يا عم، الصلاة فيها اعدام، خلي الصلاة في القلب، هصلي. فهمتوا المعنى؟ ده طالع كده لوحده كده مختلف عن الدنيا كلها، مختلف بكل صفاته طبعا. ده في جيله منور، اتقال عليه كده كالكواكب في ملكوت ابيهم، ده له نور خاص بيه في السماء، لانه He was really far different من أي حد في جيله. وده في زماننا كده، في مسيحيين مختلفين قوي، يحبوا ربنا جدا، مخلصين لكلامه قوي، هو ده اللي far different. يوسف كان كده، كل إخواته ملخبطين، كل اللي حواليه من العبيد والمساجين ملخبطين، هو في حتة تاني. الطالعة دي اللي طالع بره الزحمة عشان يشبع بربنا، اللي بياخد خلوات. ايه جمال البابا كيرولوس؟ التوحد، عاشق للمسيح، ساب الدنيا، ما كانش عاوز يرجع. يوم ما ترسم كان بيبكي، ليه؟ عاوز الطحونة فيها، ايه الطحونة غير شوية عقارب وصراصير، فيها المسيح لوحده. فهنا خارج عن الزحمة برغباته باختياره، او الطالعة ممكن تبقى المتسامي عن الكل باخلاقه، أعلى درجة من كل الأخلاق اللي حواليه، بيعطي بسخاء غريب، جمال أنبا برقام، إيه كمية الكرم اللي عنده دي؟ فعلا ما بيخليش قرش في جيبه؟ لا، ما هو ده له ريحة خاصة بيه بقى، ده شبه المسيح قوي، فعشان كده جيله كله تأثر بيه. القديس اللي تارك الحياة كلها، بمعنى في آخر العمر بقى، جمال القديسين تحس ساعات يطلع منهم روايح فعلا يعني، لكن هي الغرض منها انه سايب سيرة عطرة جدا، مؤثرة جدا، ما بتروحش الريحة الحلوة دي،
وده اللي بنسمعه عن سير القديسين، ريحة ما بتروحش، مرجرجس ريحته ما بتروحش بعد 17 قرن. مسيحيين وغير مسيحيين بيشموا، يعني بيحبوه، بيتأثروا بيه قد كده، الريحة ما بتروحش. هو ده بقى من هذه الطالعة من البرية المعطرة. قبل ما نقول هي جمالها في ايه، في موقف قبلها يقول لك هي الجمال سببه ايه. سببه انها مسكت فيه وفعصت فيه كده وعلى رقبتها مش هتسيبه تاني. امسكته ولم ارخيه. I held him and would never let him go. التعلق الشديد ده والتمسك الجامد قوي بربنا هو اللي بيطلع الريحة الحلوة، هو اللي بيقول الجمال ده أصله إيه. احنا لا نرى في القديسين إلا جمال المسيح، لأن هم لزقوا فيه، تشبهوا بيه. في الفن القبطي كل صور القديسين مرسومة على تقطيع المسيح، ده القصد في الفن. الوش له تقطيع كده، عشان كده لو دخل لك واحد جاهل ما يفهمش اي حاجه في المسيحيه يقول لك هم دول عيله. ايوه بالظبط حبيبي، هم دول عيله. الجينات دي جايه منين؟ من المسيح. الوش هو الوش ليه؟ لانه القصد بيها هم خدوا جماله بدرجات مختلفه. امسكته ولم ارخيه، معناه سر الرائحة الزكية في العلاقة الخاصة اللي بينك وبين المسيح في المخدع. عشان كده قبلها يقول أدخلني الملك إلى حجاله وما دام الملك في مجلسه. تلاقي كلمات كلها على الأعداد الخاصة. هو ده سر قوة أي قديس أو كارز أو خادم. في مخدع في حياتك، في أعداد خاصة، في حكاوي مع ربنا، في دموع توبة، في مزامير طالعة من القلب، في تأملات، في صلاة يسوع، في أي حاجة في المعاني دي اللي هي لوحدكم دي مهم. ادخل مخدعك واقفل بابك بس، اعمل أي حاجة بعد كده. أمسكت ولم أرخي كمان. أتصور أن كل قديس عد على قصة رومانسية مع ربنا، زي قصص الزواج كده، لأن النشيد كله بيتكلم عن كأنه ارتباط زيجي بين النفس والمسيح. أي علاقة طبيعية بين زوجين بدأت بإعجاب، علاقة طبيعية، وانتقلت إلى حب، ثم قد تصل إلى العشق. هو ده الشغل الصح ده. العشق ده بقى الارتباط والالتصاق على أعلى درجات، مش مجرد بقى حاجات عاطفية، لا دي حاجة خلاص الاتنين بقى واحد. طب هو ربنا يسوع عاوزنا نمشي في السكة دي، عاوزنا نعجب به فنتشدله فنقضي معاه وقت، نبتدي نحبه، بعد شوية نحبه أكتر من نفسنا ونحبه أكتر من الناس ونحبه أكتر من الفلوس ومن النجاح ومن الدنيا، بعدين ندخل في حالة عشق وغرام تبقى مش شايف غيره. هنا الريحة بتطلع وتبقى ريحة بقى إيه، فايحة وذكية ومؤثرة. هو ليه بولس عمل اللي عمله؟ ما هو بني آدم في الأول وفي الآخر، وكانت سيرته أوحش مننا. لا، هو درجة العشق اللي دخل فيها في المسيح عليت عن ناس كتير في جيله، فبقى تأثيره الفايح أكتر من غيره. من هنا تيجي بقى بنات أورشليم اللي هم العذارى الحكيمات على فكرة، اللي هم بقية القديسين. على فكرة القديسين بيعرفوا درجات بعض، بيميزوا، بيبقوا فاهمين مين سابق بحتة. فهنا بيقولوا لها يا بختك، لا انت في حتة تانية. ففي الاول بتقول كل دول بيحبوك يا رب، فيقول لها اه، وبعدين يقولوا لها لا انت سبقتي. فهنا شهادة بنات أورشليم هم اللي بيقولوا مين دي اللي طالعة من ورا كده. فهمتوا المعنى؟ يعني القديسين تسمعوا في سير القديسين يقول لك فلان لما تنيح جم أنبا أنطونيوس وأنبا مكاريوس أساتذة آباء الرهبنة يحتفلوا بانضمام روحه للسماء. للدرجة دي هو وصل لدرجة يجي له العظماء دول يعني يستلموا مع المسيح روحه؟ إيه ده؟ ده طلع شخصية مهمة قوي. أيوه بس هو حلو، مسك في المسيح ولم يرخيه. الرخاوة، عارفين الرخاوة؟ أظن إحنا عايشينها، مش عارفين عايشينها كويس.
الرخاوة اللي هو يطلع من ايدك عادي يعني عادي. وفي لما تفوق بعدها بشهرين تقول هو انا الظاهر عندي فطور، يا خدت بالك انك عندك فطور، ده انت ضايع. فطبعا احنا بعيد عن الكلام ده، اللي من النوع ده بقى ما بيستحملش ساعة فطور مش شهرين، بيبقى الحياة الروحية سخنة عنده. من أول النشيد هرسلكوا شوية أفكار بقى من النشيد، لأن النشيد كله يكلمنا عن روائح على فكرة. في رأيي أكتر سفر بالنسبة للبرسنتج يعني 8 إصحاح في كمية روائح هو سفر النشيد، لأن احنا بنتكلم عن قصة غرام. فتلاقي بقى يعني الحتة الأطياب والحاجات دي ماشية مع الجو. يعني من أول إصحاح يقول لرائحة because of the fragrance of your good ointment. هي مين اللي بيكلم؟ العروسة يعني، بتقول له ريحتك حلوة قوي. فاللي شايف المسيح حلوة قوي بعد شوية هو بيبقى حلوة قوي، فهمنا؟ درجة اعجابك بربنا، درجة التعلق دي هي الاساس. فبتقول له ريحتك حلوة قوي، ده انا مجرد اقول اسمك الريحة تفيح. طبعا دي صلاة يسوع، اسمك دهن مهراق. فهي بتقول له انا فاهمه ليه كلهم متعلقين بيك كده، لذلك احبتك العذارى. اللي بقى بيحب ربنا يقول له انا فهمت دلوقتي يعني ايه موسى يقعد 40 يوم كانه متوه عن الدنيا كلها، نسي ياكل ويشرب. انا فهمت ليه ايليا مش عاوز يشوف حد، انا ابتديت افهم هو ليه هابيل قدم ذبيحه وراح فيها بعد كده، انا ابتديت افهم ليه نوح قعد 100 سنه يشتغل وما بيونش. الناس دي حبوك قوي لأن هم فهموا أو حسوا بالجمال فعلا. آية تاني في نفس الإصحاح تقول ما دام الملك في مجلسه while the king is at his table ريحتي نارديني أنا بيطلع أحلى حاجة. دايما نربطها بالقداس، في القداس المسيح قدامنا، قدامنا بجد مش كده وكده، وبنلمسه بجد. ايه رأيك بقى؟ كل الكنيسة ريحتها بتبقى حلو، بس لما تصلي حلو، لما تنتبه لحضور المسيح. فيبقى كل واحد بيصلي بيقول له يا رب طلعت مني انا ريحة حلوة ازاي، طلعت مني مشاعر حلوة ازاي، ده انا لمؤاخذة زبالة يعني، ازاي الحاجات دي طلعت؟ ده بسبب the king at his table، لانه احنا في حضور الملك، فريحته بتملى وتغطي كل الموجودين. وده احد اسرار البخور اللي في الكنيسة، انه يغطي على كل الموجودين عشان يقول ريحة المسيح تغطينا كلنا. آية تالتة في النشيد تقول ايه؟ نشيد اتنين بقى. التينة اخرجت فجة. عارفين ده كان بيعمل ايه؟ كان الغزال اللي هو الملك، اللي هو الراعي، اللي هو المسيح، اللي هو العريس، كل دي نفس الشخصية، بيعاكس الغزالة اللي هي النفس التعبانة السودة الجارية ضايعة اللي هو حضرتك المؤاخذة. فبيقول لها ما تيجي معايا فسحة، بيعرض عليها الفسحة. ده الغزال والغزالة عشان تعرفوا نقاوة السفر، صحاح اتنين كله بين غزال وغزالة. فبيقول لها على فكرة ذا تري ذا فيك تري طلعت الجرين فيجز، وعلى فكرة ذا فاينز طلع الجريبس اللي طلعت جود سمال. فبيقول لها ما تيجي نشم ريحة حلوة سوا، ما تيجي معايا نتفسح. فيبقى المسيح بيعرض على كل نفس ما تيجي ناخد فسحة لوحدنا. طبعا في ناس ما بتشمش الحاجات ولا يفرق معاها، وده السبب ان قالت له لا انا عاوز انام، انا غسلت رجلي مش قادر انزلهم تاني. كلام بقى ايه يعني، تحس انك اتهبت من السماء على الارض كده، اللي بنعمله مع ربنا عادة. فهنا عمال يعرض عليها القعال الكروم تفيح رائحتها، قومي يا حبيبتي يا جميلتي تعالي تعالي للسماء، تعالي نتمتع، تعالي نفرح، تعالي عشان تبقي شبهي، تتغيري وتبقي شبهي. فهي طبعا حتة تاني للأسف زينا ما قدرتش كل ده. إذا ربنا يسوع عاوز يدوقنا جمال في الطبيعة أو في اللي بيعمله معانا واحنا مش شايفين، في ملكوت تاني غير الملكوت اللي احنا شايفينه، في عالم اخر غير بتاع العربيات والعمارات والسوشيال ميديا البايظه دي، لا في عالم اخر غير مرئي جميل جدا.
رائع جدا، ملكوت حقيقي وهندخله في الآخر. فربنا يسوع يقول لك تعالى دوقك ده، تعالى فرجك على أسرار الملكوت. انت بقى عاوز ايه؟ عاوز تاكل وتشرب وتنام، عاوز تاخد فلوس، عاوز تأمن مستقبلك، الكلام بقى الخيبة اللي احنا بنضيع مننا العريس بتاعنا. نص تاني في النشيد يقول ايه؟ نشيد 4، بفرجكم قد ايه الروايح شغلة السفر، لانها تعبير حب. انا كل الموضوع هنا اللي بيحب ربنا اكتر ريحته بتطلع احلى. الرائحة الزكية هي تعبير عن ساكبة الطيب. ساكبة الطيب ما الذي يحركها؟ كلمة واحدة هي اللي عاوزة اسمها يتحط في التاريخ، ولا بتنافس يهوذا في مكانه، ولا عاوزة حد يعرفها حد. هي عاوزة تقول له بحبك بس، ما بتقولش أكثر من كده. كلمة بحبك دي ما بتعرفش تقولها بالكلام، قالتها بطريقة تانية بس وصلت. رائحة الحب فتيجي في نشيد 4 تقول إلى أن يفيح النهار. Until the day breaks and the shadows flee away, I will go my way to the mountain of myrrh, to the hill of frankincense. الحتة بتاعت تل اللبان. من أجمل الكلمات جبل مر، على فكرة المر اللي كان قد كده بمبلغ. فاكرين من هدايا المسيح كانت إيه؟ وهو بيبي صغير جم ملوك، ملوك. وفي الرسومات دايما يرسموها كده إيه؟ سلطانية صغيرة كده، ده جواها كنز المفروض، دول ملوك، دي هدايا ملوك، فكأن الحتة من دول بنص مليون مثلا. تخيل الكلام عن جبل مر، عن تل اسمه اللبان. حط دي في مقارنة بزيارة المجوس، قدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. أصل الذهب ده أرخص حاجة بقى، بنتكلم في جبل مر وتل لبان. فعاوزة ربنا بيقول لنا ايه؟ يوم ما يخلص العمر يفيح النهار، تطلع ريحة السماء بقى، يوم ما تقربوا من الملكوت هتشوفوا اللي انتوا ما كنتوش تحلموا بيه، ان الريحة احلى جدا من اي حاجة على الارض، ان جمال السماء لا يوصف فعلا. فاذا كان المر اللي قد كده بيشيع ويعمل ريحة جميلة ويأثر، طب لما يكون جبل وما يكون تل؟ يبقى هنا الكلام عن الموضوع يبدأ ولا ينتهي. القديسين فيهم جمال من جمال المسيح لا يوصف، بعد شوية من روعته. وكل ده مرتبط بكلمة حلوة، كلمة واحدة اسمها ايه؟ درجة الحب الإلهي. درجة الحب تحبه قد ايه؟ وعشان كده آخر الأناجيل الأربعة جه سؤال واحد، أتحبني أكثر؟ هو مش بيدور غير على دي، لأن دي اللي تخليك بقى ايه؟ تطلع رائحة المسيح الزكي. نفس الإصحاح يقول شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن. هي قاعدة معاه كتير، فابتدى لسانها يتعدل، لسانها بقى يقول كلام حلو زي لسانه، فبقت تنطق تنزل شهد وعسل ولبن، وريحتها بقت من ريحته. فقال لها رائحة ثيابك كرائحة لبنان. لبنان في عزها كانت تتشم ريحة الورد من على مسافة، لأن كل الشجر فروتفول كده والثمار كتيرة قوي. ففعلا في لما تروح مزرعة متكلفة تشم من على باب المزرعة ريحة حلوة. فقال لها ده انت ريحتك جايبة بلاد يعني. كل ده ليه؟ من العشرة بقى. كلام في الأول عن ريحة هدومك حلوة، دلوقتي بقت ريحة هدومك. فهمتوا الفكرة؟ جمال المسيح بقى ينطبع على المسيح. فهو اللي بيقول لها بقيتي حلوة، بقيتي جميلة. ليه؟ لأنها بتقعد معاه كتير. أختي العروس، طبعا ده وصف يدل على العلاقة الروحية العميقة. جنة مغلقة، جنة باي ذا واي معناها جاردن، جاردن فول اوف فروتس، فول اوف فلاورز يعني. عين مقفلة، سبرينج اللي هي عين المية اللي بتطلع حاجات حلوة قوي. ينبوع مختوم، وطبعا بيقولوها على أمنا العذراء كأجمل عروسة في التاريخ، كأجمل نفس، كأكتر واحدة طلعت الريحة الحلوة في العالم كله. ما زال اسم العذراء أجمل إنسانة في التاريخ. نشيد 5 ترجع توصفه تاني، خداه كخميلة الطيب، أتلام رياحيم، banks of
scented herbs اللي هي الروائح الحلوة أو الرياحين دي، بس إيه بنك يعني كمية روائح طالعة مش عادية. شفتاه سوسا تقطران مرا مائعا. المر تاني بيتكرر كتير قوي لأن المر إشارة لحاجة يجوز طعمها مر بس ريحتها حلوة، فدي حاجة غالية مش رخيصة، ودي ليها موضوع لوحدنا. ريحة الألم في حياتك، ريحة التعب حلوة، ريحة العرق عند المسيح من أجل الخدمة حلوة. طبعا ده ما بيلغيش النظافة لمؤاخذة يعني، بس ايه انا اقصد انه التعب والعرق والدم الحاجات دي غالية قوي طالما من أجل المسيح. حبيبي نزل إلى جنته إلى خماء الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. كأن المسيح بيتمشى وسط الكنيسة كده زي ما قال في رؤيا واحد، ومناخيره حساسة، بيدور مين بيصلي من قلبه، بيدور مين بيحبه بجد، بيدور مين جه بدري قوي القداس لأنه مشتاق له، بيدور مين صهر معاه سهرة روحية. لسه مقابل واحد، أنا كنت في الصعيد الأسبوع ده، فبقول له أنا فرحان بيك وبتاع، قال لي أبويا كل قداس كان يروحه كان لازم يسهر من ليلتها يقرا سفر الرؤيا كله. دول ناس لمؤاخذة يعني بسطة بس بيعرف يقرا. فأبوه اللي رباه مطلع عيلة كلها كهنة كان يقرا سفر الرؤيا كله، يقول لك أنا رايح السما، أنا داخل على القداس. بص دي مش طقس بس ده حب، فاهمين؟ في حاجات كده ما اتقالتش في كتب، بس دي ساكبة الطيب. دي ناس بتحب ربنا وبتعمل لنفسها نظام، يضحى من 2 الصبح عشان رايح القداس، يعمل القداس الساعة 6 أو 7. كل ده تحضير، ده حاجة تكسفنا. اللفاح يفوح رائحة، بصوا قد ايه آيات عن الريحة. وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة زخرتها لك يا حبيبي. كأن بقى العروس بتقول له كل مشاعري كل أفكاري ليك، ما بفكرش غير فيك، ما بسرحش غير فيك، ما بحسش غير بيك، مش فاضي غير ليك. فأنا كل النفائس بقت جديدة، كله جديد في جديد، لأن العلاقة كلها حب. دول اللي بيغيروا العالم، الذين لا تسمع أصواتهم إلى كل الأرض خرج منطقة، لأن الحب ما تقدرش تكتمه، الريحة ما تقدرش تحدها، خلاص ساكبة الطيب المجهولة الاسم ريحتها راحت في كل حتة. أرجع أختم، من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان بكل أزرة التاجر. أعمدة من دخان أحبائي ببساطة حياة الصلاة، يعني حياة موسى أو صمويل أو داود، إيه الجمال اللي فيها، إيه العظمة اللي فيها، ليه عملوا تأثير تاريخي بهذه الروعة. ما ياما ناس عاشت في الأجيال دي، دول بتوع صلاة، دول مصدقين في قوة الصلاة، دول بيقعدوا يصلوا بالساعات والأيام. وداود بيقول أما أنا فصلى، خلاص يبقى لازم الريحة تطلع وتقعد بعد كده سنين. نار الروح القدس ودخان الصلاة، الدخان بيطلع من النار، النار دي بقى الروح الناري اللي جوه القلب اللي يخلي الصلاة يعني مطلعة دخان من اللي يعجب ربنا. معطرة بالمر واللبان، سيمبلي معنى المر في تجارب، في ألام، ومع الألام في صبر وفي شكر وفي تسليم وفي فرح. احنا عندنا في الكرازة صدقوني في كهنة وفي خدام، احنا صغيرين قوي جنبهم، بيشوفوا أيام صعبة قوي وبيحتملوا ما لا يحتمله إنسان من أجل المسيح، ومحدش بيعرف اللي بيشوفوه في الحتت اللي بيشوفوها دي. لكن المر ده له ريحة كبيرة قوي عند ربنا. اللبان إشارة للنسك والسهر والصلاة، اللي هي بقى كل الحب المعبر عنه في العلاقة الخاصة بين كل إنسان وبين ربنا. أزرة التاجر بقى the fragrant powders، يعني ما تعرفش أولها من آخرها بقى، لكن ممكن تتوصف بيها كل الخدمات. طبيصة تتحط هنا ومريحة حلوة دي اللي قامت من الموت، كل اللي بيتعبوا في الخدمة وبيبذلوا مجهود فظيع حتى لو ما عندهمش تجاربهم الخاصة، كل دول معطرين. تعالوا نختم بتدريب، عاوز اختم بثلاث كلمات سهلين كمحاولة نطلع خطوة بس. الحب يزيد حتة،
عشان ريحة المسيح تطلع. خلوة أسبوعية وآية أسبوعية وتسبيحة أسبوعية. يعني إيه؟ كل واحد يحاول ياخد خلوة ما بين ساعة وساعتين كل أسبوع. خلوة دي غير القانون الروحي، كنت بتصلي باكر وتنوم مثلا بتقرأ مش عارف. لا، أنا بتكلم في حاجة أكسترا، أنك تقعد مع ربنا تحكي، أو تطلع معاه فسحة من الفسح بتاعت سفر النشيد دي، تتمشوا سوا زي ما تاخدك الفسحة، بس تفضي نفسك وما يبقاش فيها موبايل لو سمحت. آية أسبوعية، آية واحدة تشغلك، اختار آية كل أسبوع بس خليها واضحة قدام عينك، شغلاك واكل عقلك. الآية الواحدة ممكن تعمل فرق هنا، مجرد فكرة أو آية واحدة تقعد تهز فيها، يعني تقلبها في دماغك كتير قوي، تفضل أسبوع كامل بتاكل النوع ده، هتفرق كتير. تسبيحة أسبوعية، مجرد حتى لو مالكش في التسبيحة تحضر أو تشغلها وتصلي معاها عشان تدوق طعم الملائكة والتسبيح، ولو مرة أسبوعية. لو عملنا حاجة من التلاتة أو التلاتة، هنبقى طلعنا خطوة في اتجاه معطرة بالمر واللبان لإلهنا كل مجد وكرامة.